بدورها سنة تكوينية 2024-2025 تنطلق رسميا وبالتزامن من معاهد التكوين في مهن الصحة والعمل الاجتماعي ببني ملال ووجدة ومكناسة. من مكناس تحديدا نتابع أجواء اليوم الأول في روبرتاج سارة الجابري ودريس الكوهن والمتابعة لأسامة أفقير. السنة التكوينية 2024-2025 تنطلق في معهد التكوين في مهن الصحة والعمل الاجتماعي بمدينة مكناس. الموسم التكويني الجديد عرف تسجيل أكثر من 300 ألف متدربا جديدا في التكوين الأساسي. اخترت الشعبة هذه حيت كتخول لي انني نكمل قرايتي في بلايص ديال متعدده، زائد انها كتعطيني بزاف ديال الفرص ديال الشغل كلكسوا في القطاع الخاص ولا القطاع العام. على صعيد التأطير التقني والبيداغوجي سيشرف على تكوين المتدربين الجدد أكثر من 25700 مكون في أكثر من 2250 مؤسسة تكوينية. القطاع عنده إقبال كبير من طرف الشباب ديالنا، نسب الإدماج ديالو تصل إلى 80%، وهو قطاع كيحتاج لاستثمارات مهمة، وحنا محظوظين لأنه كيحظى بالرعاية ديال سيدنا الله ينصرو وبالتتبع المباشر ديال سيدنا الله ينصرو. وهذه الاستثمارات اللي كتشوفوا تنديروها كل سنه في الحكومه تنفيذا للتوجيهات الملكيه الساميه هي من اجل الاستجابه للمطالب ديال المواطنات والمواطنين ديالنا ولا سيما الشباب. على الصعيد الوطني العرض يصل الى 415 الف مقعد بيداغوجي في 18 قطاع تكويني و276 تكوينا متوجا بدبلوم واكثر من 400 تكوين تاهيلي يقدمون عرضا متنوعا للشباب سواء على مستوى القطاعات الشعب ونوع التكوين. ولتعزيز نظام التكوين المهني سيجري افتتاح 24 مؤسسة جديدة هذا العام بما فيها مدن للمهن والكفاءات المبرمجة. ومع هذه الافتتاحات سيصل إجمالي الطاقة الاستيعابية لنظام التكوين في مدن المهن والكفاءات إلى 21865 مقعداً.